أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين إن هو إلا ذكر للعالمين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
مقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضيع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا من لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون والكافرون والفاسقون علوا كبيرا. يا من يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا
رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما عافيتنا ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بختم القرآن كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد شكرا لك الحمد وترا لك المن فضلا لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك أن تحمد لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق وارتق كما كنت ترتل في الدنيا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم إنا نسألك أن تثبت في قلوبنا حفظ كتابك اللهم إنا نسأل اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا وبلغنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين اللهم واجعل أعمالنا كلها خالصة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وابغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم وأعنا على ديننا بدنيا اللهم أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم واعصمنا من فتن الدنيا اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لكل ما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحق
الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وافقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الدين حتى نلقاك. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أزل عنا الغلا، وأزل عنا الربا، وأزل عنا الوباء، وأزل عنا الزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع لنا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك تعلم بأن لنا أحبابا على أسرتهم. اللهم فأنزل عليهم عافيتك، اللهم فأنزل عليهم عافيتك، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم. اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم. اللهم وألبسهم لباس العافية كي يسبحونك كثيرا ويذكرونك كثيرا. اللهم إنك قد أنعمت علينا بالبنين والبنات، اللهم فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وعلمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم، وسهل أمورهم وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واجعلهم عدة لمجتمعهم وأمتهم. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد. اللهم احفظنا وإياهم من شر الفتن والشهوات ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم، واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات، وبالصحابيات مقتديات. اللهم واجعلهن هاديات مهديات، غير ضالات ولا مضلات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة. اللهم وارزقهن الولد الصالح، اللهم ارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين. اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا. اللهم رحماك رحماك بالمطلقات والأرامل والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، رب كل شيء ومليكه، إله الأولين والآخرين، نسألك يا ربنا أن ترحم والدينا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة وال عافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم، وأنزل على قبره الضياء والنور، واجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم وأبدلهم أهلا خيرا من أهليهم. اللهم وارحم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنان.
والبوادر والتراب وحدنا، اللهم وآنس وحشتنا في القبور، اللهم وآمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك، واجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة، اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده، اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، وأمتنا على ملته، وأرزقنا شربة هنية من يده، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرجة، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. إلهنا هدأت العيون وهجعت الجفون وأنت حي قيوم، يا إلهنا ها نحن واقفون في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم ها نحن ببابك واقفون، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك، يا حبيب التوابين، يا حبيب التوابين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المنقطعين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، أطعناك فشكرناك وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. نعترف بذنوبنا، ها نحن عبادك الفقراء المساكين المقرون المعترفون بذنوبهم، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أثقلتنا، يا سيدنا ويا إلهنا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، اللهم إنك غني عن تعذيبنا، فارحم ضعفنا، فارحم ضعفنا، واقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وتقبل دعانا، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم،
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلهنا وربنا عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلهنا وربنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر إلهنا لقد عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام يا ناصر المظلومين يا ولي المؤمنين يا أمان الخائفين اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم وترى من حالهم ما لا نرى وتسمع من أنينهم ما لا نسمع اللهم إنك قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا وأن تجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافيا اللهم وأنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم يا من نصرت عبادك في بدر وفي القادسية وفي الفرقان اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم اللهم يا ذا القوة التي لا تغلب ويا ذا العزة التي لا تقهر اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار وأعوانه اللهم يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا قوي يا قهار اللهم عليك بطاغية الشام بشار اللهم اقتله بسلاحه اللهم إنه في قبضتك اللهم إنه في قبضتك اللهم إنه في قبضتك وتحت سمائك اللهم انتصر للدماء التي أريقت اللهم انتصر للدماء التي أريقت وللنفوس التي أزهقت وللأطفال التي أدمت وللنساء التي رملت اللهم اقتله يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالطغاة الظالمين وعليك بالنصيرين المعتدين وبعوانهم من الرافضة المجرمين اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد اللهم كن لإخواننا في مصر وفي العراق وفي تونس وفي بورما وفي كل مكان اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم اجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اجمع المسلمين على كل ما تحب وترضى وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وكفهم شر النفاق والشقاق والافتراق والبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم واحفظ بلدنا اللهم واحفظ بلادنا واحفظ عليها عقيدتها وطمأنينتها ورخاءها واستقرارها وولاة أمرها اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه اللهم احفظ رجال أمننا واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده للدعوة إلى دينك اللهم فبارك له في نفسه وفي ماله وفي ولده وأصلح ذريته واغفر ذنبه يا رب العالمين اللهم ارحم من بنى هذا الجامع اللهم واجعله وزوجه يتقلبون في جنات ونهر اللهم واحشرنا وإياهم في زمرة المتقين حاجاتنا وحقق آمالنا وأجب دعواتنا وما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا إلهنا رفعنا إليك كف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة وصل اللهم وسلم على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار.